كان لافتا ساعات مساء هذا اليوم ثلاثة أمور متعلقة بأعمال المقاومة الفلسطينية: إطلاق رشقات نحو تل أبيب، وحديث القسام عن تصدي لوحدة إسرائيلية خاصة في البوريج. وهناك أمر مهم، أولا نتحدث عن البوريج، تسلل قوة خاصة في منطقة يتوغل فيها الاحتلال، يعني على جانبي البوريج، الناحية الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، وحتى في منطقة بلوك 12 وبلوك 8 هناك توغل أصبحنا متأكدين منه. ثم نستمع إلى هذا البلاغ من القسام عن محاولة الدخول للوحدة الإسرائيلية الخاصة، ولا نعرف تفاصيل حتى متى وقعت هذه المحاولة وكيف، وتفاصيل أخرى متعلقة بالحدث سوى البلاغ الذي تحدث عن تصدي لقوة خاصة إسرائيلية حاولت تحرير أحد الأسرى، وهذه تكون المرة الثالثة التي نستمع فيها عن محاولات تسلل قوة خاصة. أعلنت القسام مرة واحدة منها في النصيرات كانت، وهذه ومرة ثانية تحدث عنها أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية، وهذه ثالث مرة في البوريج. وربما يكون هناك يعني محاولات إسرائيلية أخرى، لكن المعلن منها والذي نستطيع نقله عن الفصائل الفلسطينية المقاومة تقول هي محاولات فاشلة بمجملها الثلاث محاولات، وفي نتاجها في المحاولتين السابقتين كانت النتيجة أن قتل الجندي الإسرائيلي في النصيرات، وأيضا في المنطقة التي لم تذكرها تماما كتائب أبو علي مصطفى الجبهة الشعبية، لكن قتل الأسير لديها. والآن غير معروف إذا كان هذا البلاغ الأخير من القسام ربما تتبعه ببلاغ آخر يتحدث عن مصير هذا الجندي. سرايا القدس اليوم تحدثت أيضا في فيديو عن يعني أسير، وقالت أنه بما معناه أن تأخير وجود هؤلاء الأسرى في قطاع غزة قد يلحق بهم الأذى والقتل بسبب الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف كل مكان في مناطق قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث أيضا الأمر الثاني اللافت في بلاغات المقاومة وهو الأخير، وهو ما تحدثنا عنه رشقات الصواريخ تجاه تل أبيب، وبلاغ من سرايا القدس وكتاب المجاهدين تحدثوا عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.